تعالوا بقى نروح مرة تانية كده لزميلنا العزيز محمد طه، نشوف بقى المرة دي محمد طه محضر لنا ايه. شكرا ليك مرة تانية لينا، لكن انا عايز اقول لك ان كل هنا موجود بقى، شفنا الجماهير، شفنا البنات، شفنا الولاد، شفنا الناس الكبيرة، الاطفال كمان النهاردة موجودة. طبعا هم غابوا عن مدارسهم، لكن هو اليوم طبعا يوم يستحق، يوم تاريخي، ولكن اكيد طبعا التعليم مهم ومحدش يغيب عن مدارسه، لكن اليوم يوم مهم جدا. هم جم رحلة عشان يستمتعوا بالاجواء. اسمك ايه؟ غالي. ايه؟ غالي. غالي، روحش المدرسة النهاردة وجيت عشان تشوف المنتخب المغربي، ها؟ نعم. يلا. اه. شايف ازاي الماتش اليوم؟ طيب قولي لي انت، احكي لي انت. شايف ازاي الماتش اليوم والرحلة والاجواء بشكل عام؟ Very good. Top. وانت؟ مين يحكي يلا؟ شو با كوا دير فافيت؟ الرحلة is very good and I like it. ربحوا ان شاء الله. استمتعت في كاس العالم؟ اه استمتعت هنا بكاس العالم؟ نعم. طب قول مكسوف ليه؟ قول النهارده هتشجع كتير في الملعب. ان شاء الله هربحوا ان شاء الله. وانتي اسمك؟ وانا اسمي دينا. و ما رحتوش المدرسة اليوم بس جيتوا هنا المغرب عشان تستمتعوا. المدرسة اليوم. ما عندي ولكن ما مشيتش، أنا من المغرب وديما مغرب. ديما مغرب؟ ديما مغرب. بس لما هترجعوا هتشوفوا دروسكم وهتشوفوا كل حاجة خاصة بالمدارس. نستمتع بالكورة لكن ما ننساش. لا ما ننساش. صح كده؟ طيب بنغني ازاي بقى؟ انتوا النهاردة هتبقوا جاهزين في الملعب، يلا ورونا هتعملوا ايه النهاردة؟ هذه البداية ومازال ايه مبروك علينا، هذه البداية ومازال ايه مبروك علينا، هذه البداية ومازال سي لينا. يعني حبيت بس انقل لك ان يعني كل الاعمار هنا موجودة علشان تشجع المنتخب المغربي، وكلهم جم من المغرب مالين، يعني الحماس ماليهم عشان يشجعوا النهارده المنتخب المغربي. يعني مع الاجواء الرائعه دي نتمنى ان هي تنتهي الليله النهارده باستمرار هذه الفرحه من وسط هذه الاجواء الرائعه. تعود اليك الكلمه لينا مره ثانيه. بشكرك مرة تانية يا زميلي العزيز محمد طه، فعلا أكيد كلنا بنتمنى استمرار الأجواء كده الفرحة دي، والنهاردة مباراة اليوم تنتهي بفوز المنتخب المغربي. بشكرك جدا زميلي العزيز محمد طه، وبشكر كمان زميلي العزيز خالد رزق على التغطية الرائعة اللي بيقدموها لنا طبعا طوال